بعد ثلاث سنوات من المرافعات والمداولات في أروقة المحاكم، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة حكمها القاسي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بالسجن الفعلي لخمسة شهور، إضافة إلى ستة شهور مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على العنف والإرهاب ودعم منظمات إرهابية وفق ما جاء في لائحة الاتهام. كانوا بأي طريقة بدهم يفوتوني على السجن، كانوا بيقدروا إنه يكملوا إنه بكفي المدة اللي قضيتها وهيك حتى بفترة الاعتقال البيتي، لكن إنهم بفكروا إنه السجن ممكن يأثر علينا، يمكن يحبطنا، يمكن يخلينا نتراجع عن موقفنا، لكن هذا الإشي مش راح يصير، إحنا مستمرين بالحق تبعنا. حكاية ملاحقة دارين بدأت عام 2015 بعد كتابتها قصيدة بعنوان قاوم يا شعبي قاوم وبضعة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتقلت بعدها وزجت في السجن لمدة ثلاثة أشهر، وبعد الإفراج عنها أبعدت لستة أشهر في تل أبيب، أعقبتها مدة مماثلة من الحبس المنزلي في بيتها بقرية الريني المجاورة للناصرة، الأمر الذي اعتبره نشطاء فلسطينيون ملاحقة سياسية وتكميما للأفواه. تحاكم على أبيات من الشعر كتبتها وهي تعبر عن مشاعرها تجاه المجازر التي شاهدتها وشاهدناها جميعا على التلفاز التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق جماهير شعبنا. المحكمة الإسرائيلية استدعت سابقا مترجمين ولغويين لفهم كلمات القصيدة التي أسيء فهمها في النهاية وترجمت على أنها تمجد الإرهاب. بترجمه بشكل خاطئ جدا مما يؤدي إلى تهمة رسمية جدا ويكون لها عقاب كبير جدا. في هذه القضية رأينا قضية القصائد كيف تم ترجمتها. الترجمة يعني بالمرة لا تمت بصلها للترجمة ولا الكتابة الحقيقية باللغة العربية. قانون القومية الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بموضوع تهميش اللغة العربية ودورها والاستمرار في انتهاك كافة حقوق الفلسطيني، كل ذلك يأتي في إطار زرع الخوف في قلوبهم والقبول بالاحتلال كيفما كان وأينما كان. إن التي حكمت في هذه المحكمة ليست دارين فحسب، إنما أيضا حرية الرأي، حرية التعبير والقصيدة الفلسطينية. فهذا الاحتلال يلاحق النشطاء، يلاحق السياسيين، بل وأيضا الشعراء والأدباء. أحمد البديري، قناة الغد، الناصرة.